في فرق كبير جدا من 67 و73. 67 ما كانش فيه هدف سياسي واضح، القوات حشدت في سيناء لا للحرب وإنما لمظاهرة عسكرية. كان ممكن يمكن الواحد يعبر أن القوات المسلحة في 67 كانت جسدا بلا رأس، أو يعني لا عقل يفكر ويضع. النشرات والكتابات قالت أن احنا في 67 كان عندنا جيش في تفوق كبير على إسرائيل، دي حقيقة كاذبة، يعني ما الكلام مش صحيح، يعني لأن المقارنة العسكرية في سنة 67 كانت لصالح إسرائيل في كل شيء. وبناء عليه أنا بقول أنه ما كانش فيه نية صادقة للقتال، وإنما كانت عبارة عن مظاهرة ومقامرة سياسية، ما كانش فيه وضوح للهدف السياسي. القوات اللي راحت سيناء ما كانتش عارفة راح تهجم.